رابط رابط حارس وضع كذا سلام رابط 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 حارس إلى الخارج دور رابط شباب رايح
شباب في كل عنامين بالراس. محمد تعال هيك عشان يجيب الشباب. تعال تفضلوا هنا تفضلوا هنا الشباب. حسن 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 تعال هيك قدموا يا شباب قدموا يا رمضان قدموا قدموا نصر لا تقع يا رجل تعال هيك هذا مو قبر ها تعال Thank you.
خلص حطوا الحمراء يا شباب خلص حطوا عاد اسحبوه يجيبوا الثاني وعاد هات الثاني شوف هذا خالد حطيه Gracias.
سلاح جهز ارمي 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 مخزن انزع فرغ كما كنت ثابت الى الخارج دور معتدل سر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم يا عباد الله، هذا مآل الإنسان، كيف تحب أن تلقى الله عز وجل؟ فالموعظة للأحياء وليست للأموات، فالأموات قد أفضوا إلى ما قدموا. ونسأل الله عز وجل أن يكونوا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جاء في الحديث الصحيح عن موسى عليه السلام أن جاءه ملك الموت على هيئة رجل، فعندما قال له: أنا ملك الموت، ففقع عينه، فذهب ملك الموت إلى الله عز وجل، قال: يا الله، أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت، لكن قل له أن يضع يده على يدي ثور وبكل شعرة من شعره حسنة أو سنة. فعندما رجع موسى إلى رجع ملك الموت إلى سيدنا موسى، قال له: لك في كل شعرة سنة. قال: ثم بعد؟ قال: الموت. لذلك يا عباد الله، علينا أن نعد لهذا الموقف. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ويقول أيضا: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفجع منه. لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: منها صدقة جارية،
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فلندعو لميتنا، فنسأل الله عز وجل أن يجعله في علميين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم يا رب من أحييت منا أحيه على الإسلام، من أمته منا أمته على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم يا رب ادخله من قبور الخالية إلى أعلى جناتك جنات عالية مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا رب لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، فاغفر اللهم لنا وله. اللهم يا رب تقبل منا هذا الدعاء يا سالس سورة الفاتحة. إخواني ناس من أهله وقرايبه وظلوا عنده يدعوه. يدعوهم هذا الآن بحاجة إلى الدعاء. Thank you.
وعلى من عن هدي والصحاب والله هي ما شاء الله عليك. بسم الله بسم الله بسم الله سلم 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 No, no, no.
I
الله.